أحد الأشخاص كان ساكن في حارتنا وكان يروح للتحفيظ، فكان الشباب كلهم يضحكون عليه يقولون صوتك يكسر الإزاز. تعرض لنقد حاد من أحد الأشخاص اللي أكبر منه يوم كان في الثانوي، كان يبي يتوجه لشيخ آخر يقرأ عليه القرآن، فقال له أنت وين شايف نفسك؟ أنت إنسان عادي، إمكانياتك عادية. قال له كلمة أيضا جارحة جدا، خلت يقعد في البيت أسبوع كامل في حالة ألم. قال شوف يا فلان، ترى مستوى ذكائك منخفض جدا، راح يستشير أحد مدرسينا. المدرس قال له كلمة قاسية جدا، قال أنت إنسان ما تعرف تفكر، ما تعرف مصلحتك، أنت آخر حدك بياع في سوق الخضار. العام قبل العام صدر قرار بتعيين إمام للحرم. قال لا عاصم اليوم من